متابعينا الأعزاء، نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. حدد نادي جنوى الإيطالي السعر النهائي لبديل لويس سواريز في نادي برشلونة البولندي كريستوف بياتيك مهاجم منتخب بولندا وهدف الكالتشو في الموسم الحالي. وأفادت صحيفة لجازيتا ديل سبورت الإيطالية أن بالفعل النادي قرر التفريط في بياتيك بمبلغ 60 مليون يورو، وذلك ردا على اهتمام العديد من الأندية وفي مقدمتهم برشلونة ونابولي. ويقدم البولندي أداء فني رائع مع جنوى، ونجح في تسجيل 9 أهداف بعد مرور 8 جولات فقط من عمر بطولة الدوري. ويحاول النادي الكتالوني الحصول على بديل مناسب لمهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز بعد انخفاض حاد في مستواه الفني والبدني تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي. وكان بياتيك قد انتقل إلى صفوف جنوى فقط في بداية الميركاتو الصيفي الحالي قادما من نادي كركوفيا البولندي، لكن سرعان ما تأقلم على الأجواء في الكالتشو وتصدر جدول الهدافين. يخطط نادي برشلونة لجعل البرازيلي مالكوم مهاجم الفريق الكتالوني الجديد نسخة من مواطنه المعتزل روبرتو كارلوس الظهير الأيسر السابق للغريم التقليدي ريال مدريد. وانضم مالكوم لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 40 مليون يورو قادما من بورتو البرتغالي بعد صراع شرس مع روما الإيطالية. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الجهاز الفني للبارسا يسعى لإيجاد حل سريعا في مشكلة استبعاد مالكوم من المباريات، لذا يفكر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة في الدفع بالمهاجم البرازيلي في مركز الظهير الأيسر لإراحة الإسباني جوردي ألبا. وأوضحت الصحيفة أن إدارة البارسا تخطط لجعل مالكوم نسخة جديدة من روبرتو كارلوس، لكن المهاجم البرازيلي يرى أنها فكرة مجنونة لأنه لا يريد التخلي عن مركزه. يذكر أن مالكوم صاحب 21 عاما لم يظهر سوى في مبارتين فقط مع الفريق هذا الموسم كبديل بإجمالي 25 دقيقة لعب فقط، رغم الضجة التي صاحبت انتقاله إلى ملعب الكامب نو. اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من تجديد عقد الحارس الدولي ديفيد ديخيا خلال الأسابيع المقبلة لإنهاء حالة الجدل حول رحيله في الموسم المقبل. وأفادت صحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز الإنجليزية أن الحارس الإسباني سيحصل من مانشستر يونايتد على أعلى راتب أسبوعي بالنادي. وبدأت المفاوضات بين الشياطين الحمر وديخيا منذ فترة طويلة، لكن لم يكتب لها النجاح مع محاولات بعض الأندية الأوروبية الكبرى الظفر على توقيع الحارس. وينتهي عقد لاعب منتخب الماتادور في نهاية الموسم الحالي، وهو الذي انضم لمانشستر يونايتد في صيف عام 2011 في عهد سير أليكس فيرغسون. واستطاع حارس أتلتيكو مدريد الأسبق أن يحصل على العديد من البطولات مع الفريق الإنجليزي، كان أهمها الدوري الممتاز في موسم 2012-2013 وبطولة الدوري الأوروبي في موسم 2016-2017. كشف مصدر مقرب من أرون رامزي نجم أرسنال حقيقة المفاوضات بين اللاعب ونادي مانشستر يونايتد. ويعد رامزي محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية التي تسعى للحصول على توقيعه في الفترة القادمة، وأبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول ويوفنتوس وميلان ولاتسيو. وقال المصدر في تصريحات أبرزتها صحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز: المفاوضات مع يونايتد لا يمكن أن يكون هناك أي اهتمام باللاعب في الوقت الحالي بسبب القوانين التي تمنع التفاوض مع لاعب قبل عام من نهاية عقده، ولكن الأمور قد تختلف في نهاية الموسم. وكان رمزي أعلن مؤخرا فشله في التوصل إلى اتفاق مع أرسنال حول تجديد عقده الذي ينتهي في الموسم الحالي. أكد موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي أن نادي مارسيليا الفرنسي يرغب بشدة في الحصول على خدمات مدافع يوفنتوس والدولي المغربي مهدي بن عطية خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وأشار الموقع إلى أن اللاعب بات حاجة ملحة بالنسبة للمدرب رودي غارسيا، حيث يرغب في ضمه من أجل تعزيز خط دفاع الفريق.
وسبق لبن عطية اللعب تحت قيادة غارسيا عندما كان لاعبا في صفوف نادي روما الإيطالية. وتابع الموقع أن بن عطية قد يوافق على الفكرة، خصوصا وأنه لا يشارك أساسيا بشكل مستمر هذا الموسم. أوضحت تقارير إخبارية أن لاعب يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يخطط للاستمرار في البيانكونيري لمدة 4 مواسم، وهو عقده الحالي مع النادي الإيطالي. وكان رونالدو انضم إلى صفوف يوفنتوس في صيف عام 2018 من ريال مدريد الإسباني لمدة 4 مواسم حتى صيف 2022. وذكرت مجلة دون بالون الإسبانية حسب أولي عربية أن رونالدو يرغب في البقاء مع يوفنتوس حتى عام 2021، ثم يرحل بعد ذلك للعب في فريق أورلاندو سيتي الأمريكي. ويرغب رونالدو في الانتقال لنادي أورلاندو سيتي في أمريكا ليصبح أعلى لاعبا في العالم تقاضيا للأجر بقيمة 50 مليون يورو في الموسم الواحد، حيث سيتعاقد مع نادي أورلاندو سيتي لمدة موسمين. تواصلت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مدرب إيطاليا لخلافة جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر بعد تدهور نتائج الفريق في البريمير ليج. وبحسب موقع كالتشو ميركاتو، فإن إدارة مانشستر يونايتد تواصلت مع ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي. وأشار الموقع إلى أن إدارة الشياطين الحمر عرضت على المدرب الإيطالي عقدا لمدة 3 سنوات براتب سنوي يبلغ 7.9 مليون جنيه استرليني، مع وضع ميزانية بقيمة 175 مليون جنيه استرليني للتعاقدات الجديدة. وتولى أليغري القيادة الفنية للسيد العجوز عام 2014، وتوج بالكالتشو 4 مرات، وعقده مستمر حتى عام 2020. ويعيش مانشستر يونايتد فترة صعبة للغاية بسبب النتائج السلبية لمورينيو مع الفريق وأزماته مع اللاعبين. عزيزي متابع قناة عرب كول، هل تتوقع استمرار رونالدو مع اليوفي؟ شاركنا برأيك.